في الواقع إن الناس جميعاً يصدقون عادةً معظم ما يقال لهم في هذا العالم الشرير، أما أنا فلا أصدق إلا ما يثبت لي بالدليل القاطع. حديثنا اليوم عن كاتبة إنجليزية قدمت أعمال خالدة في مجال الرواية البوليسية. هي شخصية ملهمة حقاً، نقدمها لكم هنا ضمن برنامج شخصيات ملهمة. دعونا نستمتع بالتعرف على شخصيتنا الأنيقة، الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي. من بين ملايين الكتب وبقرطاس معه قلمي، نقرأ نرقى نسمو نعلى وننير حضارات الأمم، وبعز المجد كتبناه ولأجيال سطرناه. كنتم أمة خير الأمة وستبقى يحفظها الله. ولدت أجاثا كريستي سنة 1890 من أب أمريكي وأم إنجليزية، وعاشت في بلدة توركاي معظم طفولتها. وقد وصفت كريستي طفولتها بأنها سعيدة جدا، وكانت محاطة بمجموعة من النساء اللواتي منحنها الشخصية القوية والمستقلة منذ سن مبكرة. اشتغلت كريستي في المستشفى خلال الحرب العالمية الأولى قبل زواجها وقبل تكوين أسرتها في لندن، وقالت إن بدايتها غير ناجحة في نشر أعمالها، ولكن في عام 1920 نشرت روايتها في إحدى الصحف، ومن هنا كانت انطلاقة مسيرتها الأدبية. تلقت أجاثا تعليمها في البيت مثل فتيات كثيرات من العائلات الميسورة حسب التقليد آنذاك، ثم التحقت بمدرسة في باريس وجمعت بين تعلم الموسيقى والتدريب عليها، وبين زيارة المتاحف والمعارض الكثيرة في فرنسا. عادت أجاثا كريستي إلى إنجلترا وكانت في العشرينات من عمرها. تقدم لها عدد من الخطاب الأثرياء والفقراء فرفضتهم جميعا، حتى كان زواجها الأول من العسكري البريطاني آرشي كريستي عام 1914، ومنه أخذت لقبها الذي لازمها طوال حياتها، ولكن زواجها منه فشل بسبب افتقادها الرفقة الزوجية، وتلك قيمة أساسية في حياتها ظلت تؤكد عليها حتى بعد زواجها الثاني. أتاح لها زواجها أن تزور معظم بلاد الشرق الأدنى والأعلى، فتجولت في بلاد الشام، العراق، مصر، بلاد فارس إلى آخره، فوفر لها هذا التجوال فرصا ممتازة لكتابة أجمل رواياتها وقصصها المليئة بالأسرار المفعمة بالغموض، والتي لم تعتمد على مواقع الحدث في بلاد الشرق الساحرة فقط، وإنما على خيال الكاتبة الجامع. ولعل الاستقرار العائلي الذي أتاحه لها زواجها من مالون فضلا عن عوامل أخرى كان من أسباب استقرارها النفسي والفكري، مما هيأ لها فرص الكتابة والإنتاج الأدبي الغزير، حتى وهي ترافق زوجها في إقامته بالمواقع الأثرية. وعند بلوغها سن 85 كانت قد أنتجت 85 كتابا بمعدل كتاب لكل سنة، وهو رقم عالي يعكس القدرة على الإنتاج والكتابة.
تربعت أجاثا كريستي على عرش روايات الجرائم الإنجليزية طوال نصف قرن دون مزاحمة، وهذا ما بوأها مكانة عالية في تاريخ الأدب العالمي. توفيت أجاثا كريستي بسلام سنة 1976 وهي في 85 من عمرها لأسباب طبيعية في منزلها. دفنت بالقرب من باحة كنيسة سانت ماري بعد أن اختارت قطعة أرض لمثواها الأخير مع زوجها السير ماكس قبل 10 أعوام من وفاتها. لا يستوعب المرء اللحظات ذات الأهمية الحقيقية في حياته إلا عندما يكون الأوان قد فات. هي رحلة ماتعة مع كاتبة عظيمة قدمناها لكم ضمن برنامج شخصيات ملهمة، على أمل أن نستمتع بمتابعة باقي الشخصيات في الحلقات القادمة. إلى ذلكم الحين، علي عبيد يحييكم في أمان الله.